الصوت الأنيق والإطلالات الرائعة، ملكة طرب الزمن الجميل وصاحبة الحضور والكاريزما، نتحدث عن الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي. هي إحدى أساطير الغناء العربي بلا شك، منذ تبني موهبتها الموسيقية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب إلى التعاون الأيقوني مع بليغ حمدي، وأخيرا عودتها الكبيرة خلال عام 2024 والغناء من أشعار نزار قباني وعبد الرحمن الأبنودي. مطربة الأجيال ميادة الحناوي ضيفتنا اليوم في آخر فقرات صباح العربية. الله، نرحب معنا عبر الهاتف بالفنانة القديرة ميادة الحناوي. يسعد صباحك، سعيدين جدا جدا لوجودك معنا واشتقنا لك كثير. يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا، صباح الخير يا ريم، صباح الفل عليكم جميعا. صباح الخير، ومعنا كمان الزميل ليثا بيشاركنا في هذا الحوار. صباح الخير عليكم كلياتكم. صباح الخير ست ميادة، سعيدين حبيب قلبي إن نسمع صوتك، هذا الصوت الجميل، هذا الصوت الطربي، وهذه السعادة وهذه الإطلالة الجميلة والعودة القوية للفنانة ميادة الحناوي بهذه الأغنيتين. خلينا نتكلم عن آخر إصداراتك، حبة ذكريات من كلمات الأبنودي، وأيضا أغنيتك أحبني كما أنا، طبعا نزار قباني. صباح الخير لكلياتكم، صباح العربية اللي أنا دائما أتابعكم على طول لأنه بحب برنامجكم كتير كتير. وصباح الخير والسعادة والسرور لألكم ولكل مشاهدين في الوطن العربي اللي عم يشاهدونا ولكل الناس. يعني سعيدين بوجودك معنا، ونتمنى عما قريب انك تكوني معنا في الاستديو. انا اسعد كثير وانا بحبك كثير على فكره. انا مبسوطه من هذا الكلام، يعني صراحه كثير ناس يقولوا لي اني اشبهك، وهذا شرف لي صراحه. يا حبيبه قلبي اهلا وسهلا. الله يسعدك. طيب خلينا نتكلم عن العمل الجديد اليوم. تغني اشعار ويلحنها دكتور طلال الملحن الكبير. اليوم هل ممكن نشوف إنه ميادة الحناوي تعود بأعمال جديدة وخالدة وطربية كما نجحت مع بليغ حمدي في زمن أصبحت فيه الأعمال الطربية نادرة، وأصبح الإقبال على الأعمال السريعة والأغنية السريعة وزمن السوشيال ميديا؟ الأغنية الطربية هل لها مكان اليوم بكل برغم كل اللي بنعيشه من السرعة العجيبة اللي إحنا فيها اليوم؟ الحقيقة أنا كان من دواعي سروري طبعاً أنه أتعامل مع الموسيقار الكبير الدكتور طلال، فوقت يعني أنا تقدم لي كتير ألحان فما حبيت يعني أأديها لأنه كانت يعني دون المستوى اللي أنا بدي إياه يعني. فالحقيقة الموسيقار طلال غني عن التعريف، اولا لانه طبعا ما شاء الله عمل اعمال رائعه جدا لمطربين ثانيين يعني. فلما عرض علي الاعمال الاثنين من كلمات الاولى من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني والشاعر الكبير كمان الأبنودي، نعم فيعني أنا عجبتني الألحان كتير كتير لأنه أنا بعتبر الموسيقار طلال يعني من الملحنين الحلوين اللي بيفكروني في بليغ حمدي، بيفكروني بجمله اللحنية الرائعة
بيطيع الكلمة الحلوة. فيعني كان يعني أنا بالنسبة لي إنه كتير كنت سعيدة بالتعامل مع الدكتور الكبير الموسيقار طلال. ست ميادة، بدنا نرجع 12 سنة لورا، أجريت معك لقاء أنا أذكر تماماً بموازين مغرب الرباط، وقلتي لي بعد اللقاء حكينا أشياء كثيرة بذكر تماماً، وبعد اللقاء قلتي لي شوف ليس حبيبي الفنانين اليوم هو من يبقى وليس الفنان من يبحث عن الشهرة إله، أذكرها تماماً هاي العبارة ست ميادة، قلتي لي الفنان هو اللي بدور على اللحن وعلى الكلمة هو عمل جماعي، هل بتشوفي هالشي اليوم؟ تغير الوضع من 12 سنة لليوم؟ يعني هل الفنانين الموجودين بالسوق ما زالوا أو الذين يطرحون أغاني كثيرة في العالم العربي من أغاني سريعة أغاني طربية وأنواع أخرى وأنماط مختلفة من الأغاني ولكن باللغة العربية، هل ما زالوا هذا أو يعني هذا الشيء موجود اليوم حسب تصنيف ميادة الحناوي؟ والله لأقلك هلا الأغنية السريعة كانت موجودة زمان بس كان لها معنى. يعني أنت لما تسمع مثلا العظماء مثل العظيم أم كلثوم مثل العظيم عبد الحليم مثل يعني كانوا أغاني قصيرة بس جميلة جدا لا تخلو من الطرب. يعني هلا طبعا اختلف الموضوع اختلف بالنسبة للأغاني بتسمع مثلا يعني شهر بعد شهر بتنساها لأنه بتكون خالية من الكلمات من الجمل اللحنية يعني أنا بسميها يعني الحان ما لا خالدة مع أنك برضو أنت ست ميادة عملت ألبوم أذكر الشمس برضو كانت أغاني قصيرة لا تتعدى 6 دقائق ولكن ما زالت خالدة. عملت كبريائي، عملت الشمس، عملت غيرت حياتي، عملت أنا مخلصة لك للأستاذ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، بس هاي لحد الآن بعد عايشة صح. يعني قديم صار لها لأنه لا تخلو من الطرب والرتم السريع. عندك الليالي كده مثلا هي الليالي كده هي الليالي طبعا الليالي كده مثل هلأ كأنك عم تغني أنا بعشقك عم تغني الحب اللي كان. يعني أنا من النوع اللي أنا بحرص دائما إنه أقدم الأشياء الجيدة للمستمع بشرط الكم الكبير الهائل إنه أنا بالسنة أنزل والله 10 أغاني 20 غنية ما يعملوا شيء. مزبوط، أهم شيء تكون قيمتها في الكلمة واللحن والأداء. بالفعل ست ميادة أنا الوقت يداهمني وما أدري يعني إذا تقدر تغني لنا حاجة لصباح العربي، وإحنا بنشوف نشاطك وبنتابعك الفترة الأخيرة يعني ما شاء الله حفلات أقدتيها سواء من جدة ولبنان وغيره. حبيبتي أنا عند الصباح الواحد بيطلع لو مقطع قصير ست ميادة لو مقطع قصير. أنا بس أتساءل هل عندك حفلات قادمة؟ رح يكون في حفلات في جدولك؟ يا حبيبة قلبي إن شاء الله في بال 2025 في كتير أشياء إن شاء الله حالون عنا. فهلا أبدأ إجازة أنا لأنه أنا بنتقي الحفلات اللي هيك أنا بكون راضي عنا. فإن شاء الله في كتير أشياء في مفاجآت ست ميادة، في أغاني جديدة رح بتعمل عليها يا رب نتمنى خيرا إن شاء الله. وإن شاء الله بيكون في أشياء حلوة بإذن الله بإذن الله. يعني سعيدين بإجراء هذا اللقاء معك عبر الهاتف من سوريا الفنانة القديرة ميادة الحناوي، شكرا جدا لوجودك معنا اليوم. سعيدة جدا بهذا اللقاء جميل.